فانا عايزكم تعملوا كده برضو، ما تجيبوش كاليماري مخصوص للوصفه دي اللي هو ده يا ابو حميد. دي ارجل الكاليماري، دي اللي انا هستخدمها في وصفه الحلو والحامض، وجسم الكاليماري نفسه هو اللي انا استخدمته قدامكم في الفصل الاولاني في طاجن الكاليماري، ده اللي انا عايزكم تعملوه. طيب تعالوا نقول تاني المقادير. كاليماري متوسط الحجم، ربع كوبايه ميه، معلقه زيت، معلقه صويا صوص، فلفل اخضر مفروم، معلقتين نشا، ثوم مفروم، معلقتين صلصه طماطم، معلقه عسل نحل. هو حلو وحامض، هو فيه مكونات حادقه او حامضه وفيه مكونات مسكره. عسل النحل هو اللي هيدي السكريه. فلفل ملون متقطع برونواز. انا مش محتاج تجيبوا فلفل ملون مخصوص، لو انتوا عندكم الفلفل الملون زي الفل، ما عندكوش استخدموا فلفل اخضر، وانا حاطه كده كده في الوصفه عندكم. ما تقلقوش ما تخلوش الموضوع ده يعني ايه. لا ممكن تقول تاني يا احمد. يا يوسف ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. ايه اخبارك؟ كله كويس؟ ايوه كويس. يلا قولي. عايز طريقه المشروم. طريقه الايه؟ المشروم. المشروم مش سامع كويس، ممكن تقولي يا احمد طريقه المشروم ازاي؟ قولي فهمني اكتر، عايزه مطبوخ ازاي؟ مقلي. مقلي من عينيا الاثنين، دي سهله جدا وبسيطه جدا. بص يا سيدي، المشروم من المكونات اللي ينفع يتعمل لها طبقه خارجيه وتتقلي زي البانيه كده. ممكن يتعمل بطرق مختلفه، ممكن يتعمل بالبيض والبقسماط زي البانيه، بس انا نصيحتي ليك ان انت تتبل المشروم نفسه قبل ما تقليه بالملح والفلفل علشان يدبل شويه. لما يدبل شويه ايه اللي هيحصل؟ لما يدبل شويه هيستوي اسرع، فالطبقه الخارجيه بتاعته هتلون، هتاخد لون ذهبي وهيبقى مستوي من جوه. لو انت ما تبلتوش وسبته تلت ساعه او نص ساعه هيفضل من جوه ناشف، فهيبقى متحمر وشكله حلو جدا بس من جوه مش مستوي. فعشان كده انا بقول لك ان انا محتاجك بس ان انت ايه تتبله بالملح والفلفل قبل ما تسويه بتلت ساعه، وبعد كده تروح واخد الكاليماري، واخد المشروم ده، هتعمل له حاجه من الاثنين، يا اما تعمل له دقيق وبيض وبقسماط وبعد كده تحمره، يا اما تعمل له عجينه ثانيه اسمها عجينه الباتر اللي هي التمبورة، عجينه بتبقى مقرمشه. هقول لك على مقاديرها. هتجيب كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا، هتخلطهم مع بعض وتنزل ميه لغايه ما يبقى القوام تقيل، هتتبل بالملح والفلفل، ممكن تحط كمان شبت مفروم هيبقى حلو جدا، وتجيب وحده المشروم تنزلها في العجينه دي، العجينه التقيله، هتنزلها في العجينه التقيله وتروح منزلها في الزيت. طبعا لازم تكون ماما واقفه معاك في المطبخ عشان الزيت السخن هيبقى خطر عليك. طيب تعالوا كده ايه نجيب مصفى. يا شهد ازيك؟ الو. عامله ايه يا شهد؟ كويس. اخبارك ايه؟ منورانا. عامله ايه؟ الحمد لله. سنه كام يا شهد؟ سنه 6. سنه 6. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. شاطره بقى في المدرسه ولا نص نص؟ طيب نص نص. طيب يلا قولي لي عايزاني اعمل لك ايه؟ عايزه اعرف طريقه الكوبيبه. طريقه الكوبيبه؟ احنا ما عملناش كوبيبه قبل كده في البرنامج، ايه رايك اعملها لك مره مخصوص اهداء ليك يا شهد؟ اعملها لك قريب؟ اعملها لك الاسبوع الجاي، ايه رايك؟ ماشي. خلاص من عينيا الاثنين يا شهد. هعمل لك طريقه الكوبيبه اهداء خاص ليكي من عينيا الاثنين. تعالوا بس نبص هنا بصه كده على الكاليماري، ممكن نجيب هنا يا ابو حميد نبص على حاجه. ده الكاليماري بعد ما حشيناه رز، شايفين حجمه عمل ازاي؟ الكاليماري قفل على نفسه وقفل على الرز اللي موجود جواه. والرز في حد ذاته بدأ ينفش، بدأ حجمه يزيد، بدأ يشرب ميه، بدأ يستوي. فعلشان كده ادانا الحجم اللي انتوا شايفينه ده والشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبه هنا بس دقيقتين كمان كده على ما اعمل الوصفه الثانيه، وبعد كده هوريكم هنعمل فيه ايه على طول. احنا قلنا المقادير، يلا نبتدي في الوصفه دي. طيب هاجي هنا، الطاسه سخنت كويس جدا، هجيب بقى المقادير. ممكن نبص بصه برده، نبص بس على الفرن كده نشوف ايه الاخبار، شغال كويس لسه، ممكن نشقر عليه كده. لسه محتاج كمان حاجه بسيطه قوي، سيبه كده حاجه بسيطه يعني. تعالوا نيجي هنا لوصفه الكاليماري بصوص الحلو والحامض. تعالوا نشوف ايه الاخبار. هنا الزيت، هننزل برضو بالكاليماري اول حاجه علشان يتشوح وياخد الريحه
واللون اللي احنا عايزينه ياخدها. يا استاذه ايمان ازيك؟ ازيك يا استاذه ايمان؟ انت طيب؟ عامله ايه وانت طيبه وبالف صحه وسلامه؟ الله يخليك. ايه اخبارك؟ انا ليا سؤال لين عند حضرتك. اتفضلي. انا ما بعرفش الفرق بين اللحمه البلده والروزبيف. حلو السؤال ده، من عينيا الاثنين. وتاني حاجه، انا اشتريت علبه كده تاكو. تاكو؟ اه. المقرمش ده صح؟ اه. حلو. بيتحشى باللحمه المفرومه. لا. لحظه واحده. بيتحشي باللحمه المفرومه تقصدي كانيلوني؟ بيبقى مدور اسطوانه مدوره؟ لا لا لا. تاكوس؟ لا. قولي. لا. اسمه ايه؟ طويله زي القطايف. زي القطايف، تمام. اه. اوكي. تاكو. حاضر، ماشي. عايزين ماما تدينا على العلبه تحط عليها صوص التاكو. حط عليها صوص التاكو. انا ما اعرفش الصوص ده ايه بالظبط. ماشي، هقول لك حالا من عينيا الاثنين. بصي، التاكوس دي اكله لاتينيه، اكله مشتهره جدا في بلاد امريكا الجنوبيه، بلاد مختلفه هناك بتعمل الوصفات اللي بالتاكوس. التاكوس عامه هو نوع من انواع العيش الرقيق جدا، شبه عيش التورتيا، والعيش ده بيبقى متحمر او مخبوس في الفرن على حسب الوصفه دي هتبقى متحمره ولا مخبوسه. وبيتقدم معاه حاجات مختلفه، بيتاكل معاه هالوبينو اللي هو الفلفل الاخضر المخلل اللي بيبقى اخضر قوي وتخين كده، بيتاكل معاه صوص جبنه، وبيتاكل معاه كمان حاجه اسمها بيكو دي جالو. ايه بيكو دي جالو دي؟ عباره عن سلطه معموله من الطماطم المقطعه مكعبات والبصل المفروم واوراق الكزبره، تبقى حلوه جدا، وساعات بيتقدم مع صلصه طماطم. سالتيني سؤال برضو تاني مهم جدا، قلت لي ايه الفرق ما بين اللحمه البلد البارده والروز بيف. بصي بقى، انا هقول لك حاجه هقول لك حاجه دلوقتي حالا. المفروض، حاضر يا احمد، انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي بقلب بس الكريماري وحطيت عليه الثوم، شوحت الكريماري وحطيت الثوم. هو ليه اسمه روز بيف؟ روز بيف اسمه كده علشان لونه المفروض يبقى روز، يعني لونه المفروض يبقى لون بامبا فاتح، فهو بيستوي تسوية متوسطة، يعني بيستوي تسوية اسمها ميديوم، فيفضل لونه من جوه روز. عايز اقول لك الحاجة مهمة جدا، الروز بيف المفروض ان هو مش بيتسلق، الناس بتجيبه، هو ده يبقى عرق اسمه عرق التربيانكو، الناس بتجيبه بتربطه بدبارة وبعدين تاخده تسلقه في المية وبكده يطلعوه يقطعوه يقولوا عليه لحمة باردة. مش هي دي الطريقة السليمة، مش هي دي الطريقة الصحيحة. أنا عايزك تعملي إيه؟ هاتي عرق التريبيانكو ده، خلي الراجل يربطهولك بدبارة أو اربطيه، إحنا عملناه في حلقة من الحلقات. وبعدين هاتي ملح خشن وفلفل أسود مجروش، ولزقي على شكل العرق التريبيانكو الفلفل الأسود المجروش والملح ده، وكده خديه حطيه في الفرن. سيبيه في الفرن لمدة، طبعا على حسب حجمه، لو هو مثلا حجمه كيلو ونص أو 2 كيلو، سيبيه في الفرن لمدة 40 دقيقة. عايزك تسيبيه في الفرن لغاية ما زي ما بقول لك كده يبقى لونه من جوه روز، مش عايزين لونه يبقى رمادي اللي هو لون التسوية الكاملة. بيتاخد بس قبل ما بيتقطع لازم يتساب يبرد. فأنا بالنسبة لي، لو أنت تسأليني، الروز بيف واللحمة الباردة هما شيء واحد، هي قطعة لحم واحدة اسمها تريبيانكو، الجزار بيسميها تريبيانكو. هما شيء واحد، القصة كلها بس إن طريقة اللحمة الباردة دي طريقة غير صحيحة من وجهة نظري، عارف إن في ناس كتير جدا هتعترض على الكلام اللي أنا بقوله ده. الطريقة السليمة هي طريقة الروز بيف، اللحمة اللي بتطلع في النهاية لونها روز وبتبقى طرية جدا ما بتبقاش ناشفة زي اللحمة الباردة اللي إحنا متعودين عليها. طيب، هنعمل إيه؟ قول تاني يا أحمد. هعمل إيه؟ هحط دلوقتي معلقة من المية، ملح وفلفل أسود. انا شوحت الكاليماري وظبطته، دلوقتي كل اللي فاضل ان انا اكمل بقيه المكونات والمقادير. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط دلوقتي الصويا صوص، ندي تقليبه، وبعدين ننزل بالفلفل. مش سامعك يا ندي تقليبة كده كمان. ودلوقتي هحط صلصة الطماطم، معجون صلصة الطماطم.
هيطلع طعمه حلو جدا الطبق ده. دلوقتي بقى دور عسل النحل اللي هيدي التسكيرة الحلوة جدا للطبق ده، طبق الكاليماري الحلو والحامض. ناقص ايه كده؟ ناقص قوام اتقل من ده شويه. شايفين هنا في ميه كده، الصوص سائل شويه. السويت اند ساور بيبقى القوام بتاعه تقيل شويه، بيبقى ماسك في بعضه اكتر من كده. فهنعمل ايه؟ هوريكم حالا هنعمل ايه. هنجيب كده مكان الفلفل ده، ناخد هنا شويه ميه صغيرين، شويه ميه الصغيرين دول هحط عليهم نشا، معلقتين النشا اللي قلنا عليهم. وهنيجي هنا هنقلب دول مع بعض، النشا مع الميه، نقلب بالشكل ده. بصوا بقى النشا دي هتربط القوام وهتفتح اللون، هتعمل حاجتين. اروح جايب ده هنا كده وانزل بيه على خلطه السويت اند ساور، وادي تقليبه كده حلوه، واقلبها على النار لمده 3 دقائق 4 دقائق بكتير جدا، وبعدين هتبقى جاهزه ان هي تتغرف وتتقدم. وصفه سهله جدا، حلوه جدا، وطعمه جدا في نفس الوقت. عسل النحل هنا هيلعب دور خطير جدا. انا كده خلاص خلصت الطبق ده. ناخد الاستاذه ليليان. ازيك يا ليليان، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ايه اخبارك؟ منورانا. الحمد لله. اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. كويس. ممكن توطي التلفزيون شويه عشان اعرف اسمعك احسن؟ ماشي. يلا قولي لي، عايزانا نعمل لك ايه؟ انا عايزه تتبيله للبانيه. البانيه؟ اه. انا عينيا الاثنين هقول لك حالا دلوقتي. بصي بس الاول يا ليليان، انا دلوقتي بطلع الكاليماري الاقماع اللي انا كنت حاشيه وحاطه يستوي، كده الرز اللي جواه استوى، انا كده مطمن على تسويه الرز اللي جواه، كده مش فاضل بس غير ان انا اقلبه في الصوص. طلعته خلاص كده من النار، طلعت كل كميه الكاليماري الاقماع اللي انا كنت عاملها هنا من الحله، الميه اللي كانت بتغلي. هحضر بقى دلوقتي طاسه هعمل فيها الصوص. عايز بس الاول اقول لك مقادير تتبيله للبانيه. حاضر، من عينيا الاثنين. بصي انا عايزك تعملي ايه في تتبيله البانيه. البانيه هي عباره عن، او انت، انا فاهم انت قصدك الفراخ البانيه، بتبقى فراخ متقطعه رفيع جدا، فاحنا مش عايزين نحط لها تتبيله تغير طعمها وتبقى تتبيله عنيفه او تتبيله قويه جدا. فانا محتاج ان انت تستخدمي الملح والفلفل في التتبيل، ونختار حاجه واحده من الحاجات اللي هقول لك عليها دلوقتي. الحاجه دي هتضيف طعم حلو جدا من غير ما تاخد الطعم في سكه تانية. عايزك تحطي جنزبيل باودر، او تحطي ورق لورا مطحون. لو حطيتي ورق لورا مطحون برضو هيدي طعم حلو جدا جدا للبانيه. خلي الراجل العطار يقول لو سمحت انا عايزه ورق لورا مطحون، هيديكي باودر كده لونه اخضر، هتاخدي منه معلقه على نص كيلو، وتحطي ملح وفلفل، تخلطي ملح وفلفل مع معلقه اللورا الباودر، وتخلطيهم مع نص كيلو البانيه، وتسيبيهم لمده 15 دقيقه، بلاش اكتر من كده. لو سبتيهم اكتر من كده ايه اللي هيحصل؟ البانيه هيفقد الميه اللي جواه، لان الملح اللي احنا بنرشه في التتبيل بيستخلص الميه اللي موجوده في الانسجه، فهتلاقي ان البانيه بقى ناشف وانت بتاكليه. فعشان كده عليك تتبليه ربع ساعه بس، وبعدين استخدمي بقى طريقه البانيه العاديه اللي هي دقيق بيض بقسماط، وتبلي الدقيق والبيض والبقسماط بالملح والفلفل. يعني الدقيق حطي عليه ملح وفلفل خفيف، والبيض حطي عليه ملح وفلفل، وحطي له معلقه لبن او معلقه ميه عشان اللزوجه بتاعته تبقى اخف ويلزق كويس على البانيه. والبقسماط برضو تبليه بالملح والفلفل، دقيق بيض بقسماط، بعد كده حمريه في الزيت، طلعيه هيطلع طعمه حلو جدا باستخدام توابل قليله زي ما اتفقنا مع بعض كده، ملح وفلفل، ورق لورا مطحون. طيب انا دلوقتي هطلع فاصل، بعد الفاصل ده هرجع من الفاصل هنعمل الصوص بتاع بتاع الكاليماري المحشي، هنطمن على الكاليماري اللي في الفرن، وفي نفس الوقت هنشوف السويت اند ساور هنغرفه ازاي. استنى. هذا البرنامج برعاية الجواز محتاج تجهيز، والتجهيز محتاج
تكاليف والتكاليف تعمل مصاريف والمصاريف محتاجة عروض. روحوا لرنين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود. مبادرة تجهيز العرايس من رنين، عرض النهاردة بالتعاون مع تروفال. طقم تروفال 23 قطعة، 5 حلل، 4 قلاية، لبانة، طاجن، صينية، صينية بيتزا، 2 بريوش، كازارولا وشبكة تحمير ب 1499 جنيه. العروض لحد نهاية شهر يناير. رنين، عشرة سنين. بلسم لاكتوال من لاكترو بروتين يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والتكاليف تعمل مصاريف والمصاريف محتاج عروض. روحوا لرنين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود. مبادرة تجهيز العرايس من رنين، عرض النهاردة بالتعاون مع باشا باتشي. طقم زجاج 42 قطعة مذهب وبرجام، طقم مشكل 7 قطع زجاج حراري، بولة زجاج 12 قطعة، طقم أركوبال إماراتي 45 قطعة فلورين ب 1999 جنيه. رنين، عشرة سنين. بلسم لاكتوال من لاكترو بروتين يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل بعد ما كنا طلعنا الكريمات المحشي من الميه، حطيناه هنا جنبينا جنب مكونات الصوص. قلنا ايه الصوص ده؟ هيبقى زبده وجنزبيل فريش مفروم وشبت مع ملح وفلفل، والكريمات المسلوق المحشي المسلوق جاهز. طيب يلا نشوف ايه الاخبار. احنا عملنا مع بعض الكريمات. تعالوا هنا نجيب الزبده، نحطها هنا في طاسه، نحرك كده الزبدة، ندي تقليبة كده بس الزبدة تسيح، وبعدين خلي هنا الملح والفلفل جنبينا ولا الزبدة ايه. على ما الزبدة تسيح كويس ممكن ابص واشقر على الفرن وشوف اخباره ايه. تمام، بقى زي الفل. طاجن الكاليماري حاجة كده ايه مسبكة وخطيرة. حطها هنا ونرجع تاني للطاسة اللي الزبدة ساحت فيها. خلاص ساحت الزبدة، هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ننزل بالجنزبيل الفريش. بصوا بقى، انا هنا مش عايز درجة حرارة عالية زي ما انتوا شايفين كده، انا عايز تشويح كده على الهادي، هيدي ريحة حلوة، هيدي طعم حلو من غير ما يلون، لان انا عايز الجنزبيل الفريش يفضل نفس اللون كده، اللون الذهبي ده. انا اللون ده عايزه يبقى باين في الوصفة، لان الكاليماري نفسه لونه ابيض، فلما ينزل معاه الجنزبيل الفريش لونه مصفر وذهبي كده مع شوية من الشبت اللي لونه اخضر، هي دي الالوان اللي انا عايزها. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا هاخد الكاليماري، هنزل بالكاليماري هنا نزلت هنا خلاص كده بالكاليماري، هدي تقليبة سريعة كده. طبعا الكاليماري ده كده خلاص مستوي، كل اللي هو بيعمله ان هو دلوقتي بيشرب من طعم الصوص، بيشرب من طعم الجنزبيل المتشوح في الزبدة. نيجي هنا ندي شوية ملح صغيرين، شوية فلفل اسود خفيف قوي، تقليبة كمان، شايفين الريحة اللي أنا شاممها دلوقتي؟ ريحة خطيرة. ندي تقليبة كمان كده سريعة على ما ياخد لون خفيف كده. ممكن أغرف الكاليماري السويت اند ساور، هغرفه في طبق أبيض عشان هو لونه غامق. الكونتراست ده مهم جدا، بيفرق قوي في اللون، فبيفرق في الشكل اللي بيخلي الواحد عايز يدوق الاكل ده، يخلي الاكل بيشهي كده.
هعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ هرجع تاني ابص على الكاليماري كده، انا جاهز كده، انا خلصت الكاليماري. هعمل ايه قبل ما اطلع من على النار؟ على طول هروح واخد الشبت المفروم، رشه من الشبت المفروم واحطها وارفع الطاسه من على النار علشان مش عايز الشبت يتحرق ويلون ولونه يغمق. هدي التقليبه. الاكل الحلو مش محتاج مجهود ولا محتاج تكلفه عاليه، محتاج بس خطوات حلوه كده وحب واحنا بنعمله. طيب انا كده خلاص خلصت، اهم حاجه يا ابو حميد صح، ندي كده تقليبه كمان. انا كده خلاص خلصت الكلمه، تعالوا بقى ناخده كده هنا ننزل بيه في الطبق ده. دي كانت وصفاتنا النهارده. النهارده عملنا سفره كامله من الكاليماري. عملنا اول حاجه طاجن الكاليماري، شفنا بيتعمل ازاي بشكل سريع وسهل. عملنا كمان النهارده كاليماري محشي، كاليماري قماع، حشيناه رز بالبصل، سلقناه، طلعناه، عملنا له صوص من الجنزبيل والشبت، وعملنا كمان سويت اند ساور كاليماري. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. اللي ما شافش الحلقه من البدايه يقدر يتابعها في الإعادة الساعة 6 صباحا. تابعونا كل يوم في نفس الميعاد من 1 ل 2. اشوفكم بكره ان شاء الله، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية مفيش حاجه ناكلها هنا يا جدعان. مش بتعرف تفكر وانت جعان؟ شويه شاي نسيح بيهم ولا لقمه نتقوى بيها. بتاكل كتير وخايفه تتخنق. بموت في البانيه ده بس بيتخن. بتعرفي تطبخي؟ ما تقص الورقه نصين قصتها. بتحب اكل البيت ولا اكل الشارع؟ طب نجيب اكل سبايسي ولا عادي؟ اسئله كتير. مطبخ نايم قوي بس دلوقتي على النار. وعشان الصوره تكمل، هنعمل محشي كوسه، هنعمل محشي فلفل، اكلات شرقيه وغربيه. الله، كل ما بحلق عينيه اكله واتحزنت عليه. عايزين نعمل كمان طاجن المسقعه لاول شهر واخره. انا اللي دفع حق الفول والطعميه اللي عندي. وصفات صحيه، شوربه الذره بالفراخ جديده حلوه بتاعي، وعلى قد الجيب تكلفتها مش غاليه علشان نرضي كل الاذواق. طاجن المسقعه.
كان عصفور القوانص. انا على الغدا هقول لهم الموضوع ده. كل الاكلات ماشي 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 ماشي. كل الوصفات لكل العيله. كله بقى على النهار. هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه الاخبار يا جماعة؟ النهاردة حلقة خطيرة جدا ان شاء الله هتعجبكم قوي. هنعمل ثلاث حاجات اسهل من بعض والذ من بعض. الناس بقى بتوع السمك يركزوا معايا، السمك والسي فود والحاجات اللطيفه دي. هعمل اول حاجه صينيه سمك بوري بالبطاطس، سهله جدا يعني مش قادره اقول لكم، حته صينيه بقى خطيره. وهعمل تاني حاجه هعمل ورقه الجمبري، برضو لطيفه وسهله وفكرتها حلوه جدا للناس اللي بتحب بقى الجمبري وهو يعني صدقوني الناس بتوع الدايت وبتوع الاكل الصحي ركزوا معايا في موضوع ورقه الجمبري هتعجبكم قوي. واخر حاجه هنعمل صبيت مقرمش كده هنقليه وهنعمله تتبيله لطيفه جدا ان شاء الله تعجبكم. ونخش بقى في الموضوع على طول واقول لكم مقادير اول وصفه معانا اللي هي صينيه البوري بالبطاطس. بصوا يا شباب، انا معايا سمكتين بوري حلوين كده مغسولين ومتنظفين ومية مية، ومعايا كمان بقى ايه كوباية من البصل اللي متقطع صغير، كوباية من الكرفس، تمام الكرفس بتشتريه وتغسليه كويس جدا وتقطعيه، كوباية من الفلفل الرومي المتقطع صغير او لو عايزة فلفل الوان تمام، كوباية طماطم برضو متقطع صغير، ونص كوباية من البقدونس، واربع فصوص من الثوم هندقهم مع بعض دلوقتي او يبقى مفروم يعني، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من بهارات السمك تمام، وملح ورشه من الشطه. وهحتاج طبعا بطاطس بقى، مثلا هنقول على السمكتين دول تقريبا نص كيلو او ممكن اقل حسب، لان انا هفرد بطاطس تحت وبطاطس فوقه يعني ايه هحوط عليها بالبطاطس، وكمان معلقه كبيره من البابريكا وشرايح ليمون وبس. خلاص بس كده سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. نلبس بس الاول ايه الجلوفزات الجلبزات، تحس اسمها ايه اسمها اللي بيلعبوا جيم عشان بس ما يزعلوش مني بقولها غلط صح اسمها ايه جلب. والله انا عمرو اخويا بتاع جيم برضو كنت بسمعه دايما يقول جلبزات ومعرفش ايه وبتاع، بحس ان دي شبهها. بصوا السمك اللطيف، قبل طبعا تعالوا نحضر الخلطه قبل ما امسك السمك بايدي عشان ايه. يا سلام، ادي الورقيات البقدونس، نحط البقدونس اللطيف ونحط الكرفس، الكرفس مهم جدا في صينيه البطاطس عامل طعم حلو قوي، والفلفل والطماطم وكمان البصل كده اهو، وهنحط عليهم التوابل بهارات السمك كده، خلي شويه احطهم على السمك، ورشه شطه، رشه خفيفه كده هتفرق قوي وهتبقى ظريفه جدا، وبابريكا تمام، وملح وفلفل، ملح كمان، ملح وفلفل اسود كمان برضو، وايه نقلب الخلطه دي واحط لها كمان عصير ليمون تمام، السمك يحب الليمون واحنا بنحب السمك كده،
كمان هحط زيت هنا كده. هي دي الخلطة الظريفة جدا اللي هنحشي بيها السمك وهنحطها في الصينية. اصلا ريحتها تحفة تجنن. هنعمل ايه بقى في البطاطس دي؟ هرش عليها برضو شوية من بهارات السمك كده، وكمان بابريكا، مش هحط شطة بقى خلاص، انا حطيت شطة في الخلطة، وبرضو ملح وفلفل عشان بس ايه البطاطس برضو تاخد لها يعني تتبل كويس كده اهو، ونقلبها كويس جدا مع التوابل الظريفة. حط لها برضو شوية زيت بس. واول حاجة بقى في الصينية هنا معايا محضراها دي، هنحط البطاطس المتبلة دي كده، عايزين ايه نخلي البطاطس الصغنونة. طبعا حطوا بقى كمية البطاطس اللي انتوا عايزينها بالشكل ده. باخد شوية من الخلطة افردهم كده، تمام. ونيجي بقى لايه للسمك. انا لسه ما حطيتش توم، شفتوا ما دقيتش التوم، استنوا لما ادق لكم التوم واحكي لكم حكايه التوم. وانا صغيره كنا بنروح ايه نزور جدتي الله يرحمها، تيتا مفيده الله يرحمها، إيه كان دايما انا مهمتي كده وانا صغيره ان انا ادق التوم. كان تعذيب بقى، بس ايه كان عندها بقى الايد الهون كبيره وتقيله، وانا صغيره بقى كده وعايزه اوري لها ان انا بقى تيتا انا شاطره جدا، كنت دايما احط على التوم ملح علشان ايه يتفرم معايا على طول. فكنت انا تخصص ايه دق توم. كده اهو رشه الملح بتبقى ايه بتهرس معاك التوم على طول، ده سر يعني ايه اكيد بقى الناس كلها عارفاه، بلا سر بلا بتاع بقى خلاص كل الناس وكنت كمان ايه بخاف على كان تيتا عندها النمليه، طبعا كلكم عارفين حكايه النمليه دي، فكان مش رخام كان خشب، فعلشان ادق الكلام ده فلازم اقعد على الارض بقى وادق بقى بايديا الاثنين، ولا يبقى في توم طار كده. واروح بقى اشوف حد شافني ولا ايه، واروح اجيب التوم تاني وانضفه وادق. تقام جميله. انا يعني ترعرعت في وانا جوايا حب التوم والطبيخ. بس كده اهو كده اتهرس اهو تمام. التوم ده بقى هعمل فيه ايه؟ هحطه على الخلطه اللي انا هحشي بيها السمك كده اهو. يا سلام بقى على الهون، كانت ايام. بس انا عايزه انزل الحبه دول بصراحه، نزلهم الشوكه الصغنونه دي، ممكن بقى يتفرم كمان اكتر بقى من كده. والله انا خفت على المطبخ بس لحسن في الكسر ولا حاجه، الرخامات الكسر كده اهو تمام. دقينا كده التوم، هنحشي بيه السمك. نرجع ده بس لورا وايه ونشوف بقى السمك اللطيف. هنقص دلوقتي بالمقص الزعانف. الزعانف صح، خلي بالكم لحسن اكون بقول كلام غلط يا جماعه، قولولي دول كده والخياشيم. ايوه عالم البحار. هنقصهم كده. والله انا كنت بحب اتفرج جدا على برنامج عالم البحار ده، ايه خبر فعلا فين. السمك ايه نضيف وزي الفل. هنحشيه بقى بالحشوه التحفه دي، قربها بس كده من هنا كده اهو كده. نحط بقى ايه الحشوه، ممكن برضو ايه بالمقص نفتح بقيتها كده شويه كده اهو
هحط برضو من الحشوة هنا كده. ريحة الحشوة يا جماعة تجنن، فظيعة. بهذا الشكل. احلى حاجه في عامه في السي فود ان هو سهل وما فيهوش افتكاسات بقى يعني، وكمان يعني افتكاساته كلها مقبوله. احنا يعني عندنا شويه مقادير دايما هي اللي بتتحط وبتليق جدا على السمك. في دول تانية ما بيتبلوش ابدا السمك بالثوم ولا كمون ولا يعملوا الكلام ده خالص، حاجه غريبه جدا. انا ما اعرفش ابدا اكل السمك الا لما لازم يكون في الخلطه دي والثوم. بستغرب جدا ان في ناس بتطبخه مش كده، ملح وفلفل بس، بستغرب قوي. انا عايزه ايه، فين السكاكين؟ اهي السكاكين. وهنقطع عشان بقى نعمل شكل حلو للسمكه، هنقطع الجزء بتاعها اللي فوق ده بالسكينه وندخل فيها ايه، بطاطس برضو. سبنزين عايزه برضو ايه، اقص هذه الخياشيم كده تمام. وايه، نجيبها الجزء ده كده ونقطع بقى كده. مثلا اربعة كده يعني عشان نعمل شكل حلو لايه، للسمك. تلاتة اربعة. والبطاطس، ممكن البطاطس تطلع كبيرة فاحنا ممكن برضو ايه نقطعها كده نصين وندخلها في البطاطس كده، يبقى شكلها ظريف. تعالي انت يا حلو. الصغنونة دي ورا، لا دي بتمشي، دي ايه ده؟ سمكة بتمشي بس كده. وكمان هنا وناخد اول واحدة كده بخلطاتها بحاجاتها ونحطها فوق البطاطس بالخلطة بالشكل ده. ونيجي دي بقى اللي احنا قطعناها نحطها هنا، وبرضو نعمل نفس الحكاية السمكة التانية كده اهو، ونحط بطاطس. شفتوا الحكاية سهلة ازاي؟ وهرش شوية ملح وفلفل كده على السمكة من فوق وخلاص. بس كده اهو كده، ناخد كل الحاجات الحلوة دي ننزلها. ممكن بقى برضو نكمل بقية البطاطس دي تحت كده ايه، راس السمكة عشان يعني ترفعها شكلها حلو تمام. وهندخلها بقى الفرن، هنغطيها بالألمنيوم فويل وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد لها تقريبا مثلا ايه 35 دقيقة ولا حاجة. حط بقى طبعا بقية الخلطة دي كلها ما تتسبش. بس كده، مش عايزين السمك بس يبقى مخاصم بعضه فنحطهم كده قريبين من بعض. وخلصنا الاول كل المية دي وكل الكلام ده ايه، مش هنسيب فتفوتة. بس كده تمام، خطيرة يا جماعة جدا، تحفة. خصوصا بقى اللي ايه برضو مالهمش في الحاجات السي فود وما جربوش حاجه، جربوها هتبقى تحفه جدا مع رز ابيض، هتبقى حلوه قوي كده اهو. نظبط الدنيا ونجيب الالومنيوم فويل. قبل ما نحط الالومنيوم فويل عايزه ارش ملح وفلفل على السمكه كده نفسها من فوق هنا.
وكل التتبيله بقى اللي معاها دي كل الخضار ده هينزل ميته وهينكه السمكه بالبطاطس تبقى تحفه. وعايزه تضيفي اي خضار تانية تحطي فلفل الوان مثلا هيبقى برده حلو قوي. اهو الكاميرا خلاص جابتها تمام يا شباب. انا يعني ممكن احط كده ايه كام شريحه ليمون دلوقتي وكمان بعد ما تطلع من الفرن برده ممكن ايه نعمل الحكايه دي كده اهو عشان الليمون برده ايه يتوغل معاهم ومش هياخدوا ابدا اي وقت خالص ان شاء الله في التسويه. خلصنا الاول حطه في الفرن واجيلكوا حالا. تمام اوكي هناخد مقادير الوصفه اللي بعد كده هيبقى الصبيط. هقول لكم بسرعه انا هعمله ازاي. سهل برده جدا جدا وتحفه. نقرمش بقى كده ولذيذ. بصوا يا شباب انا معايا ايه حط بس كده الحاجه هنا واقول لكم. بصوا الصبيط المقرمش معايا الصبيط. صبيط متقطع حلقات كده عايزين تقطعوه رفيع شويه تخين سنه يعني بس هو كل ما يبقى مايل للرفع اكتر كل ما يبقى الطف يعني. والصبيط ما بياخدش وقت خالص في التسويه لو سويناه زياده عن اللزوم يا جماعه هيبقى ايه بقى كاوتش بقى. تمام. ومعايا التتبيله اللي انا هتبلها فيه كوبايتين من الزبادي وعصير ليمونه عصير ليمونه كبيره واحده كوبايه دقيق ومعلقتين كبار من البابريكا وملح وفلفل ومعلقه كبيره من الثوم الباودر ورشه شطه وهنقليه في الزيت وبس. خلاص فاصل بسرعه جدا وسوف اعود ان شاء الله. خليكم معانا. هذا البرنامج برعاية بلسم لاكتوال من لاكترو بروتين يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والتكاليف تعمل مصاريف والمصاريف محتاجة عروض. روحوا لرنين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود. مبادرة تجهيز العرايس من رنين عرض النهاردة بالتعاون مع تروفال. طقم تروفال 23 قطعة 5 حلل 4 قلاية لبانة طاجن صينية صينية بيتزا 2 بريوش كازارولا وشبكة تحمير ب 1499 جنيه. العروض لحد نهاية شهر يناير. رنين عشرة سنين. بلسم لاكتوال من لاكترو بروتين يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. مهرجان الأفضل 2018 وشوشة أورد 2018 الحدث الأكبر لتكريم الأفضل من نجوم الفن الرياضة والإعلام بمسرح المنارة بالتجمع الخامس باور دبي مجموعة وشوشة الإعلامية برعاية الراعي الإعلامي شبكة تلفزيون النهار. سانتا مورا رجعت وبتقدم لما البرد يملى بيتي ولما السقعة تملى اوضتي لما الشتا يجي والتلج يزيد قلت كوري بطارية في الشتا ما عند اللهية قلت كوري بطارية من الاخر بيا بيا قلت كوري بطارية جودتها عالمية من رمسيس يوسف عطية. الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج
محتاج تكاليف والتكاليف تعمل مصاريف والمصاريف محتاج عروض. روحوا لرنين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود. مبادرة تجهيز العرايس من رنين، عرض النهاردة بالتعاون مع باشا باتشي. طقم زجاج 42 قطعة مذهب وبرجام طقم مشكل 7 قطع زجاج حراري، بودة زجاج 12 قطعة، طقم أركوبال إماراتي 45 قطعة فلورين ب 1999 جنيه. رنين 10 سنين. بلسم لاكتوال باللاكترو بروتين يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. انا جيت هنعمل بقى دلوقتي ايه تتبيله الصبيط الخطير، تعجبكم جدا. اقول لكم على طول على المقادير تاني يعني عشان الناس اللي ما شافتهاش معانا في الاول، يعني هقولها تاني. معايا صبيط مغسول طبعا ومتقطع، قطعيه زي ما انت عايزه بس كل ما يبقى مايل للرفع شويه كل ما يبقى افضل، تمام. معايا كوبايتين من الزبادي واتنين عصير ليمونه كبيره، ومعايا كمان كوبايه دقيق ومعلقتين صغيرين من البابريكا وملح وفلفل ومعلقه من الثوم البودره، معلقه كبيره كده او حاجه، ورشه شطه وبس. وهنقليه في الزيت. التتبيله بقى انا هقولها لكم دي تتبيله ظريفه جدا، هتطلع معاكي الكاليماري حلو. بس هي الفكره بقى كلها في ايه، ان انت لازم برضو تسيبيه في التتبيله شويه، فانا طبعا مش هسيبه في التتبيله شويه علشان احنا ايه على طول هنشتغل، لكن انت تسيبيه شويه اللي هي يعني ربع ساعه مش اكتر من كده يعني، تمام. بس كده والزيت اهو سخن، بس انا عايزه بقى اوطي عليه شويه علشان ايه ما ينفجرش ولا حاجه في وشي، ربنا يستر. الكاليماري اهو، هحضر التتبيله بتاعته اللي هي دقيق، هحط على الدقيق ملح وفلفل اول كده يعني هتبله، واقول لكم ايه الحكايه. ملح وفلفل وبابريكا، رشه شطه اختياري طبعا، والثوم البودره، تمام. دول كده تمام يا شباب. بس انا التتبيله كلها الطعم كله هيبقى في الدقيق والتوابل اللي انا حطيتها، لكن الكاليماري هحط له زبادي وفقط كده. اهو الزبادي نجيب بقى ايه الكاليماري، عشان كده بقول لكم ايه اسيبوه شويه في التتبيله. احنا ممكن نحط كمان ايه معلقه كده من عصير الليمون مع الزبادي ده، يعني عصير ليمونتين كبار الليمون، هيبقى ايه برضو هيفرق جدا في التتبيله. ليمونتين كبار بس كده مع الزبادي كده. ما تستغربوش التتبيله دي حلوه قوي، ويبقى كل يعني الطعم في الدقيق كده اهو بهذا الشكل، وبتغطي عليه وتحطيه كده في التلاجة ربع ساعة 20 دقيقة مثلا عشان ايه يتشرب ويظبط الدنيا. انا طبعا مش هسيبه في التتبيلة بقى، هنعمله على طول. هنعمل ايه، قرب كده نشيل ده هنا كده بعيد، وادي الدقيق. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد من الزبادي على طول على الدقيق كده، تمام. هعمل شويه حلوين واحطهم على طول في الزيت مع بعض علشان كلهم ياخدوا نفس السوى كده. احنا ممكن نجيب الطبق الصغير الحلو ده هنا جنبنا علشان نطلع فيه عشان ما يتوهش مننا في الزيت بقى، واقعد ادور عليه واقعد ادور عليه. ايوه كده طلع في الدقيق، حلو بقى ولذيذ، والولاد هيحبوه برضو جدا، كبار وصغيرين وكله يعني. الصبيط ده ما يتسابش،
هقول لكم تاني انا عملت ايه. انا حطيت على الدقيق ملح وفلفل وبابريكا وتوم بودره ورشه شطه، ده على الدقيق. والكاليماري نفسه التتبيله بتاعته في الزبادي، وعليها معلقتين كبار من عصير الليمون او عصير ليمونتين كبار، تانيين قصدي كده اهو. نعمل كمان كام واحدايه طبعا، واحنا بنحمرهم بقى في الزيت، زيت غزير كده. تعالوا ايه نبتدي نحمر دول. بسم الله الرحمن الرحيم. سيريا صبيت اتحمر. سيريا نورماندي اول ما يلون هشيله على طول. نعمل حبة كمان. انا ايه عايزة برضو ابص عليه عشان اكون تحت السيطرة. هيلون كده خفيف على طول، هيبقى هايل. على طول بيستوي، ما بياخدش اي وقت. انا بس هستنى كده ايه ياخد لون احلى شويه وهرفعه فورا. وكمان لما تسيبوه في التتبيله حبه شويه اكتر، الليمون والزبادي هيخلوه ايه يجنن احلى كمان ما ان احنا نستخدمه كده على طول. لا لسه شويه شويه. عايزه ايه اعلي النار شويه علشان عايزين نحط اللي بعده. واخر حاجه بقى انا هعملها معاكم ورقه الجمبري، لذيذه بشكل. وحبايبنا بقى بتوع الدايت وبتوع الاكل اللي هو ما فيهوش دهون وما فيهوش، هتنفعهم قوي بقى يعني. والله انا يعني عاملاها مخصوص عشانكم والله عشان تعرفوا بس. كده هايل جدا. هرفعه بهذا الشكل الظريف. طبعا انا عايزه اعمل طاسه ثانيه اكيد، ممكن وانا بعمل الباقي اقول لكم على الموضوع. ورقه الجمبري، بص ورقه الجمبري دي انا محتاجه لها جمبري، اي عدد من الجمبري زي ما انت عايزه، متقشر طبعا ومتنضف وتمام. وهعمل ايه بقى؟ بطاطس متقطعه مكعبات. حاولي دايما حجم الجمبري اللي عندك، الخضار اللي انت هتحطيه معاه يكون بنفس حجم الجمبري. يعني لو الجمبري صغير قطعي الخضار صغير، الجمبري حجمه كبير يعني ايه خلي فيه تناسق في التقطيع. اوكي، فانا معايا الجمبري، جمبري وسط بدون قش ومتنظف وتمام. معايا بطاطس مكعبات، معايا ذره صفراء. الذره الصفراء بنشتريها من السوبر ماركت، بتبقى تقريبا مستويه، هي ما تبقاش يعني ايه نيه ولا حاجه، فبتتحط معاهم وبتستوي بسرعه. وحاجه كمان بالنسبه للبطاطس، انا عايزاك تقطعي البطاطس رفيع علشان تستوي بسرعه. انتوا عارفين ان الجمبري ما بياخدش اي حاجه على طول، بيستوي فورا، فمش عايزين نحط له حاجه تاخد وقت في التسويه وهو يستوي بسرعه ونضطر نسيبه في الفرن لغايه لما البطاطس تستوي. لا مش عايزين كده، عايزين البطاطس تكون متقطعه تقطيع رفيع. وانا حتى كمان هعيد على تقطيعه البطاطس دي شويه علشان تبقى ارفع وورقه الجمبري تستوي على طول. وايه لازم انزل بقى دول شويه كده. يلا حلوين دول، بس انا ايه ايديا فيها كلكيعه من التتبيله. كده خلي بالكوا بقى كمان ان البابريكا اللي احنا حطيناها في الدقيق عملت لون حلو قوي ليه، وخليته بصوا شكله عامل ازاي. فبقي حطي معلقه كبيره من البابريكا لان هتدي طعم وكمان لون. تمام
الدنيا هنا اتفعكشت قوي، عايزه بس انضفها. وهكون معاكم فورا. يا سلام على الريحه، مش معقوله الريحه. يلا بينا. جمبري متقشر ونضيف تمام، جاهز اهو حجم وسط. بطاطس مكعبات ذره صفراء زي ما انتم شايفين، بتبقى اوريدي اصلا شبه مستويه، بنجيبها من السوبر ماركت الذره الصفراء. وفلفل الوان متقطع برده مكعبات، وملح وفلفل وكمون وشويه ليمون كده هنقدم بيهم الطبق وبس كده. هنعمله بقى ازاي؟ هجيب لكم حالا الصينيه اللي انا هعمل فيها، احطها هنا واطمن على الصبيط الخطير. لا لسه شويه، نسيبه. ومعايا الومنيوم فويل هنجيبه كده. واحط الالومنيوم فويل جوه الصينيه كده. هو احنا عندنا اي فاصل او حاجه علشان ايه اعرف بس؟ هل في فاصل؟ طب خلاص، طب كويس، لسه شويه تمام اهو كده. حطيت ورقه الالومنيوم جوه الصينيه او واتيفر عندك ايه هتحطيه. وهحط اول حاجه خالص البطاطس، وعايزه اقطعها اصغر من كده. اقطعها ايه اصغر علشان بس ايه نضمن انها هتاخد نفس وقت تسويه الجمبري. انتوا عارفين البطاطس ايه بتاخد لها شويه كده. دي كده قطعوها صغنون كده احسن. دي بقى ممكن بقى ايه يعني بني ادم فرد لوحده يعملها، مثلا الناس المغتربين بره مصر وقاعد لوحده عايز يعمل اكله بسرعه كده. شويه جمبري، حتى الجمبري المجمد بقى ساعتها ممكن هيمشي حلو قوي مع الوصفه دي، مع بطاطستين، فلفلتين ملونين، بصل، شويه توابل خفيفه، هتعمل غدا خطير وصحي بقى ولذيذ كده اهو. ببص على الصبيط اخباره ايه، اخبارك ايه؟ لا لسه شويه، لان انا هديت الزيت شويه عشان طلع علينا، ممكن نعليه بقى كده عشان يشد ونشيله على طول. ادي البطاطس تمام ماشي خلاص ماشي. وانا طب وديني حته، طب يا نهى ماشي حته بس. ونحط بقى الثوم، عايزين تحطوا الثوم صحيح، عايزين تحطوه حلقات براحتكم، بس انا عايزه احطه بحاله كده. هنحط الحاجات على بعضها يعني. لا مفيش مشكله عادي، لو عايزين تحطوا ورق زبده الاول مفيش مشكله، بس ورق الزبده هيتهري مع الكلام ده، فانا شايفه ان احنا نحطه كده احسن. اخبار لسه شويه. حطيت الثوم وحطيت البطاطس، هحط كمان الفلفل كده اهو تمام. وكمان بقى ايه الكورن الاصفريكا الحلو ده، لو عايزين نقطعه اصغر شويه ممكن. قطعت ممكن كده علشان بس يبقى كله فيه تناسق في الموضوع كده اهو. خلوا بالكم انتوا بتقطعوه كده في البيت عشان ايه السكينه تبقى حاميه وتبقى ايدي ايدك. وانا كمان هاخد بالي، وانا كمان. بس كده اهو، كفايه هذا الكورن والبصل. بصوا بقى الالوان الظريفه، الوان ظريفه جدا. هنعمل ايه بقى؟ هتبل ملح وفلفل الخضار، كمان هينزل ميته على فكره. ممكن الميه دي بقى ايه نحطها كده في كوبايه، يعني ننزل الميه الزياده دي بقى كده في بوله او في كوبايه مع رز مع الحاجات دي. يا نهار ابيض على الجمال، خطيره بقى كده، اللي هي بهارات السمك ده
اهو الكلام ده كده في بعضه، سنه شطه خفيف قوي، اللي مش عايز يحط بلاش، بس السنه بتاعت الشطه دي في الاكل يا جماعه جباره، بتقلب الدنيا وتحفه. حاسه ان انا عايزه بقى اشيل دول علشان ما ياخدوش لون اكتر من اللازم، بس كده. في واحده هربت كده نزلت تحت، والله لو ما كنتيش بس سخنه يا خبر ابيض. يا بنت الايه سخنه للاسف للاسف، يلا معلش. يعني فلتت مني بنت الايه، فلتت. شيل الزيت كده ونرجع بقى للكلام دوت. فاضل ايه بقى كمان؟ فاضل ممكن نرش كده شويه ولا بلاش؟ لا بلاش، مش دلوقتي. خلاص اهو بس نحط بس الجمبري كده من على الوش، وهقفل الالومنيوم فويل عليهم، بس برضو عايزه ارش رشه كده من فوق كده اهو. طب ايه يعني يطلع فاصل وانا لسه ما اتاخرت؟ انا اتاخرت. هنحطه في الفرن، فلفل ماشي، شويه زيت كده خفيف، ونقوم قافلين الورقه دي كده كويس قوي. نجيب لها حته ورقه كمان. بهذا الشكل الظريف، وهندخلها الفرن. هتاخد لها بيك كتير جدا، ربع ساعة على درجة حرارة عالية، اعلى درجة عندك في الفرن، ربع ساعة من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. وممكن طبعا تفتحي عليها وتتأكدي ان الحاجات استوت، وتلاقي بقى الجمبري اخد لون والخضار نزل ميته، وكلهم شربوا من بعض من التوابل ومن الحاجات والحركات. ونروح فاصل بسرعة وسوف اعود ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية بلسم لاكتوال من لاكترو بروتين، يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. الجواز محتاج تجهيز، والتجهيز محتاج تكاليف، والتكاليف تعمل مصاريف، والمصاريف محتاج عروض. روحوا لرنين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود. مبادرة تجهيز العرايس من رنين، عرض النهاردة بالتعاون مع تروفال. مقلاية غويطة ألوان زائد 2 قطع توزيع ب 139 جنيه، تروفال طقم كازارولا 2 قطعة زائد طقم أسفنج التنظيف أواني 6 قطعة ب 99 جنيه. العروض لحد نهاية شهر يناير. رنين عشرة سنين. سانتا مورا رجعت وبتقدم. لما البردي يملى بيتي، ولما السقعة تملى اوضتي، لما الشتا يجي والتلج يزيح، اوضتي كوري بطارية في الشتا ما عندي الا هي. اوضتي كوري بطارية من الاخر مية مية. اوضتي كوري بطارية جودتها عالمية. من رمسيس يوسف عطية. بلسم لاكتوال من لاكترو بروتين، يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. سانتا مورا رجعت وبتقدم. العيلة يعني الحب، يعني القرب، يعني الدفا، وفي حضن جولدن دوغ البرد اختفى. عيلتنا في الشتاء فرحانة مرتاحة ودفيانة، والسقعة مش فارقة معانا. جولدن دوغ على طول في اوضتنا، بقت واحدة من عيلتنا، حضنها دفى لمتنا. جولدن دوغ بطانيتنا، جولدن دوغ. من رمسيس يوسف عطية. الجواز محتاج تجهيز، والتجهيز محتاج تكاليف، والتكاليف تعمل مصاريف، والمصاريف محتاج عروض. روح
كل رنين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود. مبادرة تجهيز العرايس من رنين، عرض النهاردة بالتعاون مع يونيون اير. رنين ويونيون اير بيقدموا لك غسالة 13 كيلو فوق اوتوماتيك سيلفر ب 3999 جنيه، وعجان 800 واط حلة ستانلس 5 لتر ب 2699 جنيه. رنين عشرة سنين. بلسم لاكتوال باللاكترو بروتين يغذي الشعر ويرطبه. لاكتوال I like it. انا جيت حطينا ورقه الجمبري في الفرن وقلت لكم ايه مثلا ربع ساعه بالكتير، وتبصي عليها وتتاكدي ان البطاطس استوت وان الدنيا تمام. لو احتاجت وقت اكتر شويه يعني شوفي لغايه لما تلاقيها ظبطت واستوت ان شاء الله. دلوقتي بقى ايه، انا هقدم معاكم. طبعا احنا عملنا، انا عامله صينيه البطاطس دي من قبل ما نسجل معاكم، فجاهزه وتمام وخطيره. نيجي بقى هنا ايه الكلام الخطير بقى الفظيع. بصوا مقرمش ازاي يا جماعه، وتحفه، مجنن جدا، تحفه. مش عارفه انتوا كده حد سمع الصوت؟ بيقرمش وخطير. هنفرده بقى هنا ونحطه لغايه لما ايه اطلع لكم ورقه الجمبري. احنا هنا بقى مثلا ممكن نعمل ايه بقى قليلا من ده للجرناشه، يعني براحتكم طبعا انتوا ايه. انا لو مكانكم اقوم اكلكر على طول بقى، ولا جرناشه ولا بتاع. بس ايه علشان نطلع شكله لطيف وتتشجعوا كده وتعملوه في البيت ان شاء الله. معانا شويه من البقدونس كده، بصوا الالوان الحلوه. انا بحب اللون البيربل والجرين دول قوي، الاخضر وال مش معقول يعني. ونحط بقى ايه عليهم كده الصبيت المقرمش اللطيف ده، ظريف وشكله حلو. احنا ممكن ايه هنا معانا مايونيز كمان، حطه هنا كده. ناخد الصغنانين الحلوين دول، طعمه يا جماعه يجنن فظيع، ضروري ضروري تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم قوي. ايه كده اهو، حط كمان هنا كده شويه من اخضر، برده ممكن شبت. انت ممكن تعملي كده في الطبق بقى اللي انت هتقدمي فيه الصبيط. خد واحده واحده بس والله، عشان انا بعد كده مش هلحق. فظيعة. واحدة كمان والله، ده حضرتك تؤمر. الأستاذ المخرج بيقولي من فضلك كلي واحدة. إلهي ربنا يخليك والله، حضرتك تؤمرني والله. يجنن يجنن، أطمة أطمة. مزيكا خطير يا جماعة، دي بتاعتي محدش ياكلها، حطها هنا على جنب. هذا البرنامج برعاية الصلاة يا مسلمين، الصلاة الصلاة يا موحدين، الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمان بقى ايه عشان نهتم بالشكل برضو كده، لان طبعا انت ممكن كمان تعصري عليه ايه عصرة ليمون كده خفيفة ولا حاجة هيبقى لطيف. كنت عايزة لون احمر اهو، هنحط الاحمريكة هنا مش مشكلة، والليمون كمان ده كفاية 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 جرنشة كده خلاص، هو يتاكل لوحده اساسا خطير. ونطلع بقى الجمبري، ورقة الجمبري، ونشوف اخبارها ايه. ان شاء الله تكون تمام. يا سلام، تجنن فظيعة. اهو بصوا ظريفة جدا ازاي، تحفة ريحتها اساسا ملهاش حل، فظيعة. حط بقى مثلا ايه رشة بقدونس كده خفيفة كده من فوق عشان اللون الاخضر الحلو. اشمعنى يعني السمك اللي مش هرش عليه بقدونس هو كمان؟ بس عشان اللون الاخضر. خلصنا النهارده الحلقه، وصفات سهله سهله جدا وسريعه ومبتاخدش اي وقت، وطعمها بجد تحفه. عملنا ايه بقى؟ عملنا مع بعض صينيه البوري، سمك البوري بالبطاطس، سهله جدا ولذيذه، تاكلي معاها رز ابيض هيبقى خطير. وعملنا كمان الصبيط المقلي المقرمش بتتبيله سهله جدا وتحفه، ان شاء الله تجربوها تعجبكم قوي. وعملنا كمان ورقه الجمبري بالذره والبصل والفلفل الالوان، فظيعه جدا. بصوا خضار مصحصح كده وجميل، والذره بقى مع الكلام ده كله، وكمان الجمبري. الجمبري ما بياخدش ابدا اي وقت خالص، وعلى طول بتلاقوه استوى. اخدت لها في الفرن تقريبا 15 دقيقه او 16 دقيقه، ولسه كمان فيها صوص من جوه. انا وريت لكم الصوص هنا
بيبقى ايه؟ لان الخضار بينزل ميته. كاميرا كده مبينه معايا يا شباب. الصوص اهو ده كمان ظريف جدا بقى مع الرز وبس. خلاص جربوا الوصفات وبعتوها لي، وبشكركم جدا جدا انتوا تتفرجوا عليا وتكتبوا لي كومنتات حلوه جدا. انا كمان بحبكم خالص خالص. بكره الساعه 2، باي باي. هذا البرنامج برعاية
واحد من الناس يواصل تحقيق أحلام مشاهديه وعلاج غير القادرين وعرض مبادرات الخير في كافة محافظات مصر. يعقد جلسة صلح على الهواء بين زوج وزوجته بعد خلافات شديدة كادت تهدم الأسرة. ضحية لكل ابن الأبناء. طيب بقى الحبل كله عليا. لا فيش قول إنما معروف. ويلتقي بالطفل كريم العراقي الذي تحدى إعاقته وأصبح واحد من أبطال تنس الطاولة. بالإرادة والعزيمة مفيش مستحيل. بقيت الوقت مفيش تشخيص علمي للمرض بتاع كريم، بقى عندي هدف لازم أوصله. انتظرونا في واحد من الناس مع عمرو الليثي غدا 10 مساء على النهار. هذا البرنامج برعاية يخص محافظة القاهرة. احنا تم ضخ 2,700,000,000 جنيه تمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، مولت 117,300 مشروع، وفرت 222,000 فرصة عمل. ده بخلاف ما تم ضخه من حوالي 400,000,000 جنيه لخدمة البنية الأساسية، ودي أيضا بتوفر فرص عمل غير مباشرة عن طريق تشغيل من هم في المناطق المحتاجة والعشوائية. أنا تعاونت مع جهاز تنمية المشروعات إن أنا أوسع مصنعي وزود الطاقة الإنتاجية بتاعت مصنعي. رسالتي للشباب الفكرة مش تمويل فقط، إنه التمويل هو اللي ممكن يوقفك. أنت ممكن يكون معاك فكرة هي اللي تكسبك أو تجيب لك 1,000,000 جنيه، إنما 1,000,000 جنيه عمرها ما هتشتري فكرة.
الرئيس السيسي يهنئ الطائفة الإنجيلية وأبناء الجاليات المصرية المسيحية بالخارج بعيد الميلاد المجيد. الرئيس السيسي يوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام وتقليص عجز الموازنة والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. الإسكان تنفي صحة ما تردد من أنباء بشأن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال الشهر الجاري. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلاً بكم. أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة السيد كريم الديواني أمين عام رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كما هنأ الرئيس السيسي أبناء الجاليات المصرية المسيحية، حيث بعث السيد الرئيس برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعبر الرئيس السيسي في برقيته عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبحلول العام الميلادي الجديد 2019، متمنيا النجاح والتوفيق وأن يحمل العام الجديد لمصرنا الحبيبة مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. من جانب آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالمجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام ونائب وزير المالية للسياسات المالية ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي. وتناول الاجتماع استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019-2020 والتي ستتركز حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي. ومن المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يدعم أداء الاقتصاد الوطني. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بما يؤدي إلى استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية. وأظهر مشروع الموازنة الأولى المقترح استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021-2022، مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. عقدت